المسيحيين بيدعوا أن الكتاب المقدس كتاب فريد وليس مثله أي كتاب آخر على وجه الأرض يا ترى ما مدى صدق إدعائهم ده؟ ليه المسيحيين مصدقين في الكتاب المقدس أنه كتاب متفرد؟ النهاردة عايز أبحث في النقطة دي وأشوف ما هي أوجه تفرد الكتاب المقدس وهل هم عندهم حق في إدعائهم ده؟ ولا ده مجرد إدعاء زي أي إدعاء؟ اهلا دكتور سامح اهلا يا يوسف اخبار حضرتك ايه سعيد انا اشوفك مره تاني وانا كمان آه يعني احنا بنسمع ادعاءات كتير واتهامات كتير للكتاب المقدس آه. انه محرف او م. تم تحريفه الحقيقه انا هقف عند الادعاءات دي وهفحصها واحده واحده م. لكن قبل ما نبص للنقطه دي انا بشوف المسيحيين برضو هم كمان بيقولوا ان الكتاب المقدس ده كتاب فريد م. وعندهم ايضا عده اقوال ولهم يعني باع طويل في هذا الصدد انه الكتاب المقدس ليس مثله اي كتاب يا ترى بناء على ايه بيتم هذا التصريح <applause> فعلا يا يوسف الكتاب ده فريد بالرغم من كل الحرب الشعواء التي تدور منذ بدايه كتابته الى الان <تصفيق> 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 تدميره ولإلغاء وجوده ظل هذا الكتاب وسيظل لأنه كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد فالكتاب ده فعلا فريد وأنا هتكلم أنه فريد من كذا اتجاه كويس رقم واحد هو فريد جدا في الترابط بتاعه تمام اتنين أنت لازم تبحث في كده بقى كويس فريد لأنه كتاب نبوي يعني الكتاب ده مليان بالنبوات وعلى فكره اللي يبرهن ان الله هو الله حاجتين النبوه والمعجزه الكتاب ده مليان نبوات بطريقه مهوله م. بطريقه مهوله رقم ثلاثه ترجماته اللي انتشرت في كل العالم اربعه تاثيره البالغ على الافراد والامم م. خمسه توزيعه م. سته بالرغم من الحرب الشعواء ضده ظل باقيا كما هو بقاؤه <applause> بقاؤه سبعه تعاليمه تعاليمه الفريده يعني انت هتناقش تفرد الكتاب المقدس في سبع نقط بالضبط ترابطه نبواته ترجماته تاثيره توزيعه بقاؤه وتعاليمه طيب انا هناقش نقطه واحده بس نبدا باول نقطتين خلينا نتكلم في الترابط وفي النبوات طيب نبدا بالترابط نبدا في الترابط والنبوات كيف يكون الكتاب المقدس فريدا في ترابطه؟ لو جبت كتاب زي كده لما تتصفحه تكتشف ان هو عباره عن 66 سفر لما تشوف اول سفر كتب سفر التكوين اخر سفر كتب سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي بينهم 1600 سنه اثنين اللي اشتركوا في كتابه ال 66 سفر اكثر من 40 كاتب الأربعين كاتب دول منهم الملك زي داود منهم الشخص البسيط جدا زي عاموس تمام منهم الصياد زي بطرس منهم الفيلسوف زي بولس منهم النبي اللي زي موسى اتفقنا فالاعمال بتاعتهم مختلفه جدا اماكن الكتابه مختلفه جدا بولس كتب في السجن داوود كتب احيانا في الصحراء وهو مطارد من الملك شاول يوحنا كتب في جزيره بطمس اتكتب في ازمنه مختلفه فلان كتب زمن الحرب وفلان كتب زمن السلم فلان كتب زمن السبي فلان كتب في ذروه الك... واعتقد اكثرهم ما شافش بعض وما تقابلش مع بعض يعني هم 1600 سنه هيتقابلوا ازاي تخيل تخيل جبت كل واحد عاش في من عصر ثقافه في لغه وكتب برافو جبت من اكثر من 40 كاتب وعلى مدى 1600 سنه رحت مجمع الكتب دي كلها في كتاب واحد في ثلاث قارات في خلفيات ثقافيه مختلفه في لغات مختلفه لانه عبريه واراميه ويونانيه في احوال نفسيه مختلفه وقلت لهم اكتبوا لي كتاب مترابط <applause> مستحيل ده مستحيل انا زمان اشتغلت فتره مخ واعصاب فكان بيدربني طبيب شاطر قوي من من برمنجهام انجلترا فكنا دايما نختلف في التشخيصات فكان يقول لي ما تقلقش يا سامح لو جم اتنين اساتذه مخ واعصاب وجبت جبت لهم حاله واحده بس مخ واعصاب يتفقوا 40% والاثنين اساتذه على حاله واحده. انا هجيب اكثر من 40 كاتب على مدى 1600 سنه في ازمنه ثقافيه في ازمنه مختلفه في خلفيات ثقافيه مختلفه بلغات مختلفه ما تقابلوش مع الغ... غالبيتهم ما تقابلوش مع بعض وقال لهم اقعدوا اكتبوا كتاب واحد لابد ان يطلع لابد ان الناتج يكون كتاب م... ملوش علاقه ببعض ملوش علاقه ببعضه الا لو المصدر واحد انت تدعي انه اول صفحه في هذا الكتاب متطابقه مع اخر صفحه أول سفر في هذا الكتاب مترابط مع آخر سفر في الكتاب المقدس ترابط عجيب. اقرأ إيه لما روح ابحث سفر تكوين سفر الرؤيا ابحثهم مع بعض. سفر الرؤيا اللي هو آخر سفر الكتاب المقدس فيه 285 اقتباس من العهد القديم. من أسفار العهد القديم. ده في آخر سفر بس؟ آخر سفر بس. 285 اقتباس. من العهد القديم. 285 اقتباس أو إشارة. في العهد القديم. مش اقتباس فقط. فلو جبت هذا التنوع المهول وقلت لهم اكتبوا كتاب واحد ده مستحيل ده انا لو جبت 40 كاتب من نفس الدوله من نفس اللغه من نفس الزمن وقلت لهم اتفقوا على كتابه كتاب ذو موضوع واحد لا يمكن انا اقولك مش لو جبت 40 كاتب لو جبت خمس كتاب في زمن واحد في دوله واحده عشان يكتبوا موضوع واحد مستحيل احنا بنشوف كتير ان احيانا كتب بيبقى كاتبها شخص واحد بس وبعد كده بيرجع بعد فتره من الوقت بيصحح لنفسه بعض الافكار يقول انا كنت مخطئ في الحته دي ما اصبتش وبيعتذر لكن احنا ما شفناش ده حصل خالص ده مش موجود في الكتاب المقدس هي دي نقطه ملفته او روح شوف كتب كتبها واحد بس تلاقي كتاباته متناقضه كتاباته متناقضه في تناقض في الكتاب مم. فعشان كده فريد في الترابط بتاعه. ليه؟ لأنه من ضمن الحاجات المهمة جدا رقم واحد إن مصدر هذا الكتاب واحد. ده وحي إلهي. أنت عارف إن كلمة وحي يعني أنفاس الله، مم. أي أن الله هو المصدر. كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالمصدر اللي هو العنصر الإلهي في الكتابة واحد. العنصر البشري اللي قلناه متنوع جدا سواء على مر السنين أو على مر الثقافات أو على مر اللغات اماكن الكتابه الحاله النفسيه للكتابه تنوع مهول لكن المصدر واحد يعني بيلفت نظري وانا ببحث خاصه وانا بقرا انجيل متى بالذات تحديدا معم. كميه الاشارات اللي متى بيشير لها كما قيل بالنبي القائل ويرجع لي للعهد القديم ويجيب اقتباس ده اتكرر تقريبا كم مره ليتم ما قيل بالنبي تقريبا 55 مره في انجيل متى بس في انجيل متى بس 55 اقتباس من نبوات في العهد القديم اتحققت في حياه المسيح هو كل عم يعمل فلاش باك يقوم جايب نبوه لانه لانه كل العهد الجديد انت عارف لما تكون عندك مبنى واحد مكون من 66 طابق الكتاب المقدس كده مبنى واحد مكون من 66 طابق سفر التكوين ده الطابق الاول تمام متى ده الطابق الأربعين انت وانت بتقرا في الكتاب انا عن نفسي اقول لك على حاجه يا يوسف انا قريته مثلا انا واصدقائي 48 مره في 48 شهر ذهلنا حياتنا اتقلبت بالكامل ليه؟ لان الكتاب ده كل الاسفار فيه مترابطه اي موضوع هتبدا تقراه بدايته في سفر التكوين هتلاقي عباره عن حلقات 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 مترابطه الى ان تصل الى سفر الرؤيا <applause> يعني تحسه يعني هو وان ستوري هي قصه واحده هو وده معناه ان المصدر واحد واحد وده اللي يدل انه وحي الهي وده فريد عشان كده محطوطين مع بعض العهد القديم والجديد في كتاب واحد نعم م. نعم طيب دي من النقطة تانية الاشارات المتعدده والاقتباسات المتعدده من النبوات بتاعه العهد القديم في العهد الجديد تقول ان الكتاب ده زي ما حضرتك قلت متفرد في نبواته نعم انا عايز اعرف ايه هي النبوات او يعني عينة منها وإذا اتحققت لما كان يظهر أي نبي في العهد القديم الله حصر النبوة إن الأنبياء اطلعوا فقط من شعب إسرائيل الكلام ده مشروح في رسالة بولس إلى روميا إصحاح ثلاثة عدد واحد استؤمنوا على أقوال الله إن الله حصر النبوة فقط في شعب إسرائيل م. فلما كان يظهر نبي كان الله يقول لهم اختبروه ليه لأن دايما الله يرسل نبي والشيطان يرسل النبي المقلد الله يرسل بص في انبياء في الكتاب اه حقيقيين في انبياء كذبه الكتاب بيتكلم عن انبياء كذبه في معلم حقيقيين في معلم حقيقي الشيطان يبقى يرسل معلمين كذبه في مسيح حقيقي في مسحق كذبه دايما في حرب في <applause> اخوه حقيقيين في اخوه كذبه دايما الشيطان يروح فورا يبعت النسخه المقلده <applause> اللي هو بنسميه الضلال يا يوسف ايه هو الضلال؟ الضلال عباره عن مزيج من الحق والكذب في حاجه اسمها الحق ده صافي حاجة اسمها الكذب ده صافي يعني لو قلت لك الله قدوس ده حق لو قلت لك الله بيحب الزنا اه لا طبعا ده كذب صافي ده كذب ايه هو الضلال؟ اجيب لك شوية حق واخلطهم لك على شوية كذب يطلعوا ايه؟ حاجة مضلة عارف يقول لك لما السم في العسل؟ أه؟ العسل حلو كله حلو السم مفيد السم قاتل لما تجيب الاتنين مع بعض شوية سم على شوية عسل انت تاخدهم باعتبارهم ايه؟ عسل لكن هو لك آه. سم فعشان كده احد الحاجات اللي كانت تبرهن صدق اي نبي ايه؟ النبوات مش انت بتقول انك نبي؟ اه طيب ورينا مش بتقول ان الكتاب ده كلام ربنا ف ورينا. فلما كان يتنبا تتم النبوه نبوه في الثانيه في الثالثه معناها ايه؟ لان مين الوحيد اللي عنده علم بالمستقبل؟ الله الله فلما واحد نبي يجي من عند الله يقول انا اعلم المستقبل اذا برهن على ده؟ برهن فكان يبرهن بحاجتين بالنبوه والمعجزه النبوه والمعجزه فعشان كده كل انبياء الله في الكتاب برهنوا على صدق نبوتهم بالنبوه والمعجزه فيقول ويتم يقول ويتم يقول ويتم مع ان كان في وقت جاب كبير ما بين الزمن اللي اتقال فيه والزمن اللي اتحقق فيه نعم مثال ناخذ امثله كتاب. الكتاب فيه في الاف النبوات منها اللي تم ومنها اللي لسه هيتم خلينا نتكلم حصريا عن نبوات عن المسيح كويس ليه لان هو محور كل الكتاب فمثلا الكتاب اتكلم صراحه انه هيتولد من امراه من اول سفر التكوين اصحاح ثلاثة من بعد ما تم السقوط راح الله فورا اتكلم نبوه عن الوعد بمجيء المسيح مولودا من امراه عشان خاطر يسحق الشيطان عشان كده عندنا الكلمه الجميله جدا انه نسل المراه يسحق راس الحيه في تكوين ثلاثه تفتح مم. العهد الجديد تلاقي ده عن المسيح ارسل الله ابنه مولودا من امراه مم. الحبل العذراوي اللي اتكلم بعد كده عنه اشعياء يعني من اول سفر في الكتاب المقدس هو التكوين نعم في اول صفحاته هناك وعد انه سياتي من نسل المراه من يسحق راس الحيه نعم والحيه هنا المرموز بها الشيطان الحيه المرموز بها الشيطان بعد كده تروح لعهد جديد تلاقي المولود ده بيولد اللي هو المسيح الذي سحق الشيطان في الصليب نعم, نعم. اتفقنا؟ فعشان كده ال 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 الايه اللي كان عنها في تكوين ثلاثه دي ان نسل المراه نفاجئ ان الله بيجدد هذه النبوه لابراهيم في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض في سفر تكوين اصحاح 12 نفاجئ انه في غلطية بيتكلم عن هذا النسل ان هو المسيح. مم. نلاقي الله يروح يعيد تجديد النبوه ليعقوب لاسحاق ويعقوب بعد كده تروح النبوه متجهه مباشره لتكوين 49 عشان تقول لي انه امراه اه ابراهيم اه طب ابراهيم ده عنده ولاد كتيره لا من خلال اسحاق طب صحيح عنده يعقوب رئيسه لا من خلال يعقوب، طب يعقوب ده عنده 12 سبط لا هيجي من يهوذا من سبط يهوذا تفاجئ في العهد الجديد ان المسيح من سبط يهوذا فاهمني عشان كده يتكلم عنه الكتاب باعتباره اسد يهوذا يعني في تدرج عمال ماشي في العهد القديم نبوات عماله تحدد النسل اللي هيجي منه هذا المخلص كلمة عامة نسل المرأة بالذات تحديدا تحديدا ابراهيم آه. اسحاق يعقوب يهوذا طب بعد ما حدد يهوذا راح حدد ده بيت داوود <applause> ده دا ابن داوود ابن داوود اه ده دا ابن داوود ايه ده؟ دا؟ النبوه كل ده بيتم في المسيح كل ده عشان ميلاده فقط طيب هل العهد القديم اتكلم عن مثلا خدمته ودخوله الى اورشليم؟ اه تفاجئ انه مثلا في آه. زكريا 9 9 اه انه آه بيقول ايه زكريا ابتهج ابنة صهيون هوذا ملكك ياتي اليك وديعا متصلا راكبا على حمار على جحش ابن ده لنفس المشهد بالظبط هو دخول دخول اورشليم زكريا قبلها تقريبا ب 500 سنه ما عارف يعني ايه نبوه؟ عارف يعني ايه نبوه؟ النبي ده معاه تلسكوب بس مش تلسكوب فضائي يشوف البعيد في المكان ده يشوف الازمنه مم. مين اللي يشوف الازمنه اللي طيب جايه الله طبعا الله فريد هذا الكتاب مفيش زيه هات لي كتاب تاني فيه نبوات تحققت مفيش <applause> طيب عشان كده مثلا نبوه تاني عن انه قبل ما يظهر المسيح في الخدمه في هيكون في واحد قبل يوم الطريق امامه يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان دي موجوده فين في يوحنا واحد يوحنا واحد بيتكلم صراحة سألوا المعمدان أنت إيه؟ قال لهم أنا صوت صارخ. طب صوت صارخ <applause> صوت 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 موجودة دي موجودة في أشعياء 40 نفس ال... نفس الجملة بالظبط نفس نعم التعبير بالظبط نفس التعبير بالظبط. اتفقنا؟ فاهمني؟ يعني تلاقي حاجة تاني عن آلام المسيح إنه هيموت وهتثقب إيديه ورجليه. والغريبة قوي انه مات على الصليب ثقبوا يديه ورجليه العهد القديم في زمن داود ما كانتش لسه ظهرت إمبراطورية مادي وفارس اللي اخترعت الصليب أصلا <applause> يعني الصليب لم يتم اختراعه طب داود قال إيه؟ داود في مزمور 22 بيتكلم عن ألام المسيح ثقبوا يدي ورجليه تمت هذه النبوة في ثلاثة 23 يوحنا 20 ثقبوا يدي ورجليه والغريبه قوي لما تروح تقرا مزمور 22 المسيح بيتكلم على انواع من الالام تعرض لها من الثيران وانواع من الالام تعرض لها من الكلاب في اشاره الى اليهود اشاره رمزيه الى اليهود باعتبارهم ثور هائج والى الامم باعتبارهم كلاب وحشيه اللي هي الامبراطوريه الرومانيه الامبراطوريه الرومانيه تفاجئ ان النبوه حددت ان اللي هيثقب يديه ورجليه في مزمور 22 هما الكلاب مش الثيران. تلاقي تحقيق النبوه ان اليهود لانهم كانوا تحت سلطه الامبراطوريه الرومانيه ما لهمش حق اصدار الحكم ولا التنفيذ. فمين اللي نفذ؟ الرومان. الرومان. يعني حتى التفاصيل النبي شايفها بتاع العهد القديم بس بشايفها. بيكتبها بشكل رمزي. بيكتبها كتابها في مزمور 22 في شكل صريح. ثقب يديه ورجليه. بس ما كانش بس ما كانش تم اختراع الصليب فهو كتب ثقبه يداي ورجلي تم التحقيق بعد كده مات لما مات عايزين يعملوه زي كل المجرمين لان هم لما قتلوا المسيح لما صلب المسيح تمام عايزين يعملوه ككل المجرمين فعايزين يكسروا الصليب كان على ربية الجلجوثة وورا الربيع على طول دايما يكسروا الصليب تتدحرك الصلبان بالاجساد بتاعت المصلوبين الى منطقة آه الجثث فيها مرميه وتيجي بقى الحيوانات الضاله تاكل الجثث و و و و عايزين يعملوا كده ففي نبوه عن كده في اشعياء 53 انه جعلوا مع الاشرار قبره تمام مع غني عند موته تلاقي فعلا اول ما كسروا رجلين اللصوص اللي مع المسيح وجم يكسروا رجلين المسيح لقيه مات فراح جه راجل شريف مشير من الرامه خد المسيح دفنه في قبر جديد دون ان يكسر اي عظم من عظامه دون ان يكسر اي عظم من عظامه ودي نبوه اخرى <applause> او م. مش نبوه هي اشاره في حاجه اسمها نبوه في حاجه اسمها اشاره في حاجه اسمها فيجرز يعني يعني اقول لك شخصيه معينه المسيح هي فيجر للمسيح هيجي هي بعدين يعني داود كملك اشاره للمسيح م. تمام فلان كنبي اشاره للمسيح فلان ككاهن اشاره للمسيح ده المسيح طبعا من جهه انسانيته. مم. اتفقنا؟ في العهد القديم مليان مش بس بالنبوات بس بالفيجرز. اتفقنا؟ هقول لك على على نبوه ثاني. بعد ما دفن قام في نبوه عن قيامته. مزمور 16 المسيح نفسه بيتكلم في هذه النبوه. بيقول ايه؟ بيقول له لن تترك لن تدع تقيك يرى فسادا. ايضا جسدي يسكن مطمئنا. يعني يسكن في القبر مطمئنا لن تدع تقيك يرى فسادا ان مش هتخلي الجسد ده يتعفن زي بقيه الاجساد اللي ماتت فلما مات دفن هذا الجسد بعد كده ايه اللي حصل بعد ثلاث ايام؟ قام راح اقتبسها بطرس في اعمال اثنين نبوه عن قيامه المسيح وراح جاب دليل منطقي عقلي قال لهم داوود هو اللي قال المزمور ده لكن داوود قبره عندنا لحد دلوقتي فما كانش بيتكلم عن نفسه ده مات وشبع موت وجسده اتحلل وعظامه موجوده اتفقنا؟ لكن لكن النبوه عن المسيح الذي قام نبوه عن صعوده صعدت الى العلاء سبيت سبياً يا رب الاله لفين؟ مش فاكر احد المزامير مش مش قادر افتكر بالظبط قلناها في حلقه من الحلقات السابقه تتحقق هذه النبوه في صعود المسيح وهو بيتكلم عنه الرسول بولس في افس اربعه يقول صعد الى العلاء سبا يعني. نبوه عن في جلوسه في ذات عرش الله والله هو <applause> الله فالنبوه دي بتتكلم في مزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني وكلمه اجلس عن يميني مش مقصود بيها يميني وشمال لكن مقصود بيها في ذات العرش المعادله او المساواه نبوات عن مجيئه دي لسه ما حصلتش هتتم عندما ياتي ديان العالمين ياتي ليدين شافها دانيال اعتقد دانيال السبعة او دانيال 8 و9 تمام على سحب السماء شاف ابن الانسان اتيا فالنبوه بتتكلم عن تجسده لان شافه كابن الانسان وتتكلم عن مجيئه المستقبلي على السحب ودي زكا آه هو زئت مع السحاب وستنظرها كل عين والذين طعنوه سفر رؤيا اصحاح واحد سبعه ثمانيه تسعه وبالتالي كل الشعوب تتعبد له ستكسو باسم يسوع كل ركبه كلها نبوات 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 عن المسيح يعني الكلام اللي بتقوله ده يعني يبدو يعني تشالنجنج يعني في في تحدي رهيب انه انه ادي الكتاب اهو وادي النبوات هي التحقيق اهو, أهو. فيعني الدنيا واضحه يعني احكي لك قصه كويسه قصه تاريخيه دانيال كتب سفره السفر النبوي وهو بيشرح في دانيال 2 وبيشرح في دانيال 7 تعاقب أربع إمبراطوريات هو نفسه عاش اثنين منهم الإمبراطورية الأولى اللي تعرض ليها سبي ما يسمى المملكة الجنوبية الكلام ده على فكرة موجود في التاريخ موثق تاريخيا لكن قبل ما يقولوا التاريخ قالوا الكتاب سفر دانيال اتكلم انه ازاي سبي المملكة الجنوبية اللي هي عبارة عن سبطين يهوذا وبنيامين هيتعرضوا للسبي لمدة سبعين سنة السبي ده هيبدأ بامبراطورية اسمها امبراطورية الكلدانيين عاصمتها بابل بعد كده تهزم على يد امبراطورية أخرى اسمها مادي وفارس بعد كده تهزم على مادي وفارس على يد امبراطورية الثالثة اللي هي اليونان اللي هتهزم على يد امبراطورية الرابعة اللي هي الرومان. الرومان. اللي في أيامهم تجسد ابن الله ومات وقام اتفقنا دانيال كتب كل الكلام ده وهو في زمن الامبراطورية الأولى والامبراطورية الثانية فكرة الثالثة لسه ما جاتش اللي هي اليونان م. ها؟ كان في مجموعة اسمهم المكابيين خدوا سفر دانيال وراحوا وروه للإسكندر الاكبر اللي هو اليوناني انشا الامبراطوريه الثالثه اليونانيه عشان كده الاسكندر الاكبر احترم شعب اسرائيل جدا ليه لانه شاف ده قبل ما انت تظهر قبل ما انت تولد وتؤسس هذه الامبراطوريه الرائعه اللي هي الامبراطوريه اليونانيه اللي نشرت الثقافه في كل العالم النبوات موجوده عندك فمش بس نبوات عن المسيح ده <applause> يعني كمان احداث تاريخيه و ونبوات عن تاريخ امم وتم ونبوات عن قيام امبراطوريات وسقوط امبراطوريات وتم نبوات اتنبا اشعياء عن جفاف هيتم في ارض مصر تم اتنبا عن اللي يحصل لما تقرا سفر اشعياء نبوه عن مؤاب وحي من جهه مؤاب وحي من جهه عمون ده وحي تم. من جهه في حاجات تمت في حاجات لسه هتتم ليه؟ لان يعني الكتاب نبوي عشان كده تلتين الكتاب المقدس كتابات نبوية تلتين الكتاب المقدس ليه؟ كلمة الله الوحيدة الذي يرى المستقبل مين؟ الله وراح الله أعلن على هذا المستقبل بفم أنبيائه فلما أشوف ده يتم معناها إيه ده؟ كلمة الله يعني اشجعك تقرا وتبحث يعني انا يعني يعني متحمس جدا كمان اكمل الخمس نقط الجايين يعني انا بعد ما حضرتك وضحت اول نقطتين الترابط والنبوات شايف الموضوع فعلا مع الوقت بيوضح لكن عندي استعداد اني اكمل نكملها في المرة الجاية ونشوف كمان تأثيره أو تفرده في الخمس نقط اللي فاضلين أشرت ليهم. ربنا يرتبك. شكرا جدا ليك. شكرا, شكرا لحضرتك. شكرا, شكرا ربنا معاك. شكرا. لو حبيت النهاردة تكتب كتاب وتحط في الكتاب دوت آرائك وقناعاتك الشخصية وارد جدا إنه بعد كام سنة وبعد ما تعدي السنين إنك ترجع وتغير وتصلح في الكلام اللي أنت كتبته من زمان مع إنك نفس الشخص. بس قناعاتك وآرائك اتغيرت مع الوقت النهارده لما اعرف ان الكتاب المقدس اتكتب على مدار 1500 سنه من أكثر من 40 كاتب عاشوا في ثقافات مختلفه وفي اماكن مختلفه ولما نيجي نحط الكتب دي جنب بعض يطلع لي قصه واحده بدون ما الاقي اي تناقض ما بينهم او اي تعارض ما بينهم يبقى لا انا محتاج اني شويه قدام الكتاب ده ازيك يا بيتر اهلا يوسف اهلا بيك اهلا بيك انا عارف ان انت ليك حوار دايما مستمر مع الشباب ودايما بتقعد تسمع اسئله الشباب وتتناقش معاهم عشان كده انا جاي لك مخصوص عشان اسالك شويه اسئله دي... واتمنى يكون يعني عندك رحب صدر كده تستوعب تتكلم معايا وتجاوبني على الاسئله اللي عندي انت تؤمر انا بحس انه صعب انه يكون في اكتر من 40 او 40 واحد بيكتبوا في هذه الفتره وفي الاخر تقول لي انه بيطلعوا في الاخر موضوع واحد يعني هي طبعا صعبه لكن انا عايز اشوف تستعرض لي كده ازاي هو موضوع واحد ماشي أوكي. من اول صفحه لاخر صفحه يعني دي انت بتشوفها ازاي اشكرك عشان السؤال ده طبعا احنا ممكن اي حد يدعي يقول ايه ايوه في ترابط بس نحس الترابط مفيش ترابط ولا حاجه لا في ترابط ازاي بقى القصه واحده لما تيجي تفتح اول كتاب في الكتاب المقدس اللي هو كتاب التكوين هتلاقي بايز. ايه هتلاقي بيبتدي بقصه الخلق ربنا خلق السماء والأرض والإنسان وقصة بنسميها قصة السقوط اللي هي معصية أبونا آدم وحول ربنا وأول ما تخلص قصة السقوط اللي والس. هي المعصية بتاعت أبونا آدم وستنا حواء إيه اللي يحصل نلاقي على طول دخل مباشر في إنه آية بتقول جميلة قوي أو أول وعد نسل المرأة يسحق رأس الحي مين اللي بيقول التصريح ده؟ ربنا بيقول هو المرأة يسحق رأس الحية، يعني إيه؟ م. يعني ربنا بيقول أنا هجيب شخص من امرأة، خد بالك كلام مهم من امرأة، ما قالش من رجل وامرأة، من امرأة، والشخص ده هيسحق رأس الحية، الحية هنا هي الشيطان. واج. يعني إيه هيسحق رأس الحية؟ يعني هيقضي على أكذوبة الشيطان، هيقضي على اللي, عمل الشيطان هيقضي على اللي عمله الشيطان، هيقضي على اللي عمله إبليس، والشخص ده بقى ايه اللي حصل؟ الموضوع ابتدى في كتاب التكوين وابتدينا نمشي كل شويه في في الكتب اللي ربنا بيبعتها والانبياء اللي ربنا بيوصيهم ان هم يجوا للارض عشان يقولوا رسالته نلاقي كل شويه ايه؟ ادانا اشاره. فبعد شويه ابتدى يعلمنا انه في حاجه اسمها الذبايح، ايه الذبايح دي؟ الذبيحه ديات ربنا طلب من شعبه من الناس اللي عايشين مع ربنا اللي بيحبوا ربنا اللي بيتقوا ربنا ان هم عشان يعرفوا يعيشوا مع ربنا لازم يقدموا ذبيحة ايه الذبيحة عشان هم بيعملوا ذنوب ومعاصي وخطايا كتيرة او خطايا عموما لازم عشانها يقدم ذبيحة فابتدى ربنا يعلم الانسان انه ذنوبك ومعاصيك لازم قصادها حد يتذبح طب بعد شوية مين الشخص اللي هيتذبح كان السؤال اللي بيشغل كل البشر طب مين الشخص اللي هيتذبح ابتدى يدينا إشارات كتيرة عن الشخص اللي هيتولد وهيكون اللي هو محور الكتاب وهيكون هو اللي بينقذ البشرية من مشكلة الذنوب والمعاصي ويرجعها للحالة الأولانية اللي كانت عليها مين هو الشخص؟ ابتدى يقول مثلا معلومة إنه الشخص دوت هيتولد من عذراء فنلاقي الكلام ده موجود فين؟ مثلا موجود في كتاب اشعياء الاصحاح او الجزء سبعه والايه 14 بيقول لنا ايه؟ هل عذراء تحبل وتلد ايه؟ ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل ايل. فادانا معلومتين مهمتين قوي في واحده عذراء هتحبل وهتجيب ابن واسمه عمانو ايل. طب عمانوئيل ايل يعني ايه؟ فاكر يا جو؟ الله معنا أشكرك يعني أكنه بيقول إن الشخص ده هو اسمه كده اسمه الله اسمه الله معانا السؤال مين من الأنبياء في كل مدار التاريخ اللي ربنا بعتهم ها المهمة اللي ربنا بعتهم دي اتقال عنه إنه الله معانا يعني أكنه اسمه الله هو يعني هو اسمه طبعًا، الله طبعًا طبعًا اسمه عمانوئيل عمانوئيل يعني الله معانا يعني عايز يقول ده هيبقى هو ده الله بنفسه الظاهر في الجسد أشكرك هو ده اللي الله اللي اتخذ جسم بشر ظهر في الجسد وده اللي موجود في الانجيل اللي كتبه البشير متى والاصحاح رقم واحد والايه رقم 23 فمش بس بتقول ايه الايه دي؟ بتقول نفس الفكره انه لو تحب نقراها مع بعض؟ يا ريت اوكي هي بتقول نفس الفكره بتاكد اللي حصل انه هيتولد من عذراء بالظبط واحد 23. امم هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معانا بيأكد انه الشخص اللي اتولد اللي اسمه السيد المسيح هو هو نفس الشخص اللي, اللي تم النبوة اللي مكتوب فاحنا كل ده ماشيين في الكلام ده كان سنه كام واحد. يعني يعني اشعيا وبيكتب الكلام ده تقريبا كتبه امتى على الاقل 700 سنه قبل ميلاد السيد المسيح يعني النبي اشعيا ما شافش السيد المسيح خالص لا من قريب ولا من بعيد فالنبوه دي جايه من عند ربنا خصيصا 700 سنه قبل على الميلاد على الاقل قبل الميلاد طبعا قبل ميلاد سيدنا المسيح الحاجه الثانيه اللي ناخد بالنا منها مش بس فكره انه اتولد من عذراء لا موضوع اكبر من كده هيتولد فين تحديد مكان ولادته دي كمان متحدده في النبوات طبعا تعال نقرا مع بعض اصحاح خمسة والايه 2 اما انت يا بيت لحم مدينه يا بيت لحم افراطه وانت صغيره ان تكوني بين ألوف يهوذا بالرغم من أنك مدينة صغيرة ما بين كل مدن يهوذا يعني مدن اللي موجودة في إسرائيل كويس فمنك يخرج لي خد بالك ربنا اللي بيتكلم منك يخرج لي الذي يكون متسلطا على كل إسرائيل هو مين ده اللي متسلط على كل إسرائيل والربنا ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل لاحظ الكلام بيقول عنه داليه هيتسلط على اسرائيل المخارج بتاعته منذ القدم منذ ايام الازل في نبي كده في حد من البشر اتقال عليه كده انه منذ ايام الازل منذ القديم انت قلت لي ده فين الشاهد بتاعه ميخا كتاب ميخا اصحاح خمسة او جزء خمسة ايه 2 انا بس استوافيتني كده كلمه انه مخارجه منذ قديم الازل ده بيقول أيوة. ان ده شخص هيبقى ده ازلي ابدي طبعا ده الازل طبعا ده لك هذا الكلام ينطبق على الله مين ازلي تاني غير ربنا؟ مين اتقال عليه كده غير ربنا؟ هو ده السؤال كلام خطير محتاجين نساله يوسف فده كلام مهم ونلاقي الكلام ده اتحقق في الانجيل المسيحي اللي كتبه البشير متى واصحاح اثنين وآية واحد ولما ولد يسوع اللي هو السيد المسيح في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك فالكلام متربط ببعضه في شخص جاي هو المحور بتاع كل الكتاب هو م. المحور بتاع التوراه وايه الانجيل هو ده اللي بيتكلم عنه كل النبوات كان ف... ينفع على شخص ده يجي جم... كده يعني من غير اي نبوات عادي يعني يعني كان اتولد ينزل علينا يعني تقصد اه بصراحه الفكره دي فكره مهمه قوي تخيل دلوقتي لو في نبي من الانبياء او شخص كبير فجاه لقيناه ظهر كده لا نعرف له اصل ولا فصل ولا هو عمل معجزات ولا حد اتقال عنه قبل كده ان هو في نبي جاي هيعمل كذا هيتولد فين متحدده كل حاجه بخصوصه وبعد كده جه وطلب مننا ان احنا نعمل ايه لازم تأمنوا بيا لازم تصدقوني انا جاي من عند ربنا مين اللي هيقول الكلام ده يعني انت بتحط هنا شرط انه حاجه اساسيه جدا للي... لاي مرسل من عند الله او اي حد بيجي يحمل رساله من الله ان يكون في تمهيد لي لا انا ما بحطش لكن التوراه والانجيل اللي ربنا بعتهم للبشر عشان يهدوا البشر وعشان يعرفوا البشر عن ربنا هم اللي حطوا ده ما ينفعش نبي يجي كده وخلاص خاصة ده اللي انت بتقول ان ده مش شخص عادي ده شخص ده هو الله بحد ذاته اللي جاي في 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 في, في جسد طبعاً بشري فده ده حدث مش طبيعي. ايوه لو ن... بص يا يوسف لو نبي لازم ليه شروط يجي بسببها لازم امتحن الشروط دي موجوده عندنا ومتسجله في التوراه ايه شروط النبي وازاي اصدقه وليه اصدقه لكن السيد المسيح مش مجرد نبي ده هو ربنا بنفسه اللي خد جسم بشر عمانوئيل الله معانا فالشروط اصعب واصعب واصعب يعني ايه شروط اصعب الشروط يعني هيتولد فين امتى خد بقى خدت بالك من امتى دي قبل كده يا يوسف <applause> امتى اليهود كانوا عارفين من كلام ربنا بحسب نبوات الانبياء زي نبي الله دانيال وغيره المسيح هيتولد امتى عشان كده لو تفتكر لما هيرودس راح سال اليهود وقال لهم المسيح هيتولد فين فقالوا المكان امتى هم عارفين المسيح هيتولد في الوقت ده ف الشروط اصعب واصعب لانك بتتكلم مش على نبي عادي يعني وحاجة ما ينفعش حد ربنا نفسه يطلع لنا في يوم كده ويقول لنا انا جايلكم من عند ربنا انا نبي الله ينفع يطلع بس مش هتصدقه <applause> لابد ينفع يطلع ان يكون يقول. هناك آه تمهيد او لابد ان يكون هناك نبوات او لابد ان يكون حاجه تخلي البشر يبقوا متوقعين ان الله بعت لهم او الله عمل وسيله او الله عمل حل لابد يكون في تمهيد مش بس تمهيد لكن عايز اسميها تاني لو تسمح لي لازم تبقى في توثيق. لازم تبقى في مصداقيه. يعني ايه توثيق؟ اي حد لازم يجي بالشكل ده لازم يجي ويقدم ورق اعتماده. والسيد المسيح قدم ورق اعتماده لما جه للارض، عارف ايه ورق اعتماده؟ انا النبوات كلها بتتكلم عني. انا اتكتب عني كذا وكذا، انا ابراهيم كان يتمنى يشوف يومي فاكر الايات دي هو عشان كده قال اليهود فتشوا الكتب برافو عليك لانها هي بتشهد لي أشكرك. يعني هو كان واخدها ك ك كحجه مش بس لانها حجه صحيحه الكتب بتتكلم عني عارف مره قال ايه قال لليهود اللي هم بيعتبروا انه نبي الله موسى هو اعظم نبي عارف قال لهم ايه لو انتوا بتصدقوا موسى المفروض تصدقوا مين تصدقوني ليه موسى كتب عني فلو انت بتصدق موسى لازم تصدقني فالسيد المسيح ما نزلناش كده مره واحده وقال لنا هي hey, انا جيت ما حصلش الكلام ده لكن الله قدم لنا مقدمات نبوات اشارات كتيره قوي 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 عن كل حياه وقيامه وموت وصلب هقول لك حاجه وخيانه اتقال عن السيد المسيح انه هيتخان واتقال عن انه هيتخان من صديقه واتقال عن مكان الخيانه، واتقال عن القيمه اللي هيتخان بيها اللي هي 30 من الفضه، كل ده موجود ده في كتاب؟ كتاب الله اللي كتبه زكريا النبي مم. في الجزء او الاصحاح 11 هو مم. سؤال بس في نبي من الانبياء في شخص عادي في شخص مهم عظيم حصل معاه كل الكلام ده انا انا يعني كده في اربع نقط بيبداوا يوضحوا معايا دلوقتي وانت بتتكلم بخصوص موضوع النبوات ده ايوه لانه النبوات محدده بدقه وموثقه فعلا وممهده انه الله بنفسه جاي طبعا فواضح انه كان لابد ان يكون في تمهيد للبشر لان دي حاجه فوق عقلهم طبعا انه الله يحتجب فانا بشوف انه ربنا عمال يمدح افكار كتير عمال يقولهم صح واحده واحده فدي صح. اول حاجه ثاني حاجه بشوف انه دي دليل دليل على انه الله موجود صحيح يعني ازاي اقول الله الله وهو اللي ماشي عمال يمشي المشوار ده والسكه دي كلها اشكرك وبيدي حاجات هتحصل في المستقبل قبلها ب1000 سنه وب700 سنه ف... الانبياء عرفوا المعلومات دي منين؟ لو الله مش موجود انا ف... اكد على كلامك يعني... لو الله مش موجود طب الانبياء عرفوا الكلام ده منين؟ اشعيا عرف منين؟ دانيال عرف منين؟ ميخا عرف منين؟ داوود عرف منين؟ كل انبياء الله دول عرفوا منين؟ وبعدين بشوف كمان انه النبوات دي اثبتت ضمنيا انه انه المسيح مش مجرد نبي طبعا المسيح هو هو ذات روح الله هو ذات الله المحتجب في في الجسد صح عشان يعرفنا عن ذاته عشان يخلصنا فهي اثبتت لاهوت المسيح لانه من هو قديم منذ الازل. لا وكمان حاجه تانية يدعى اسمه عجيبا مشيرا الها الها يعني هو بيقولها قديرا بصراحه في في كتاب اشعياء طبعا ف... ومعلش هوضح اقف على الحته دي يا جو انا اسف الها عارف يعني ايه الها الله اعلن عن نفسه انه واحد واليهود موحدين بالله واحنا كمسيحيين برضو موحدين بالله اليهودي لما يسمع كلمة نبوة عن يدعى إلها ما عندوش أي فكرة تانية إن في إلهين إن في الله وفي حد تاني هيجي يتولد يبقى الله برضو ما عندوش. لكن الفكره اللي موجوده ايه انه اكيد اللي هيتولد ده هيبقى هو الله طب تعرف ازاي يا شخص يهودي لا ما اعرفش بس انا عارف ان انا عندي ايه اله واحد لانه مش يدعى اله بجانب الاله هو هو إله. كان ممكن تكون كلمه اله دي بتتقال على مش شرط على الله كانت ممكن تكون بيتقال مثلا في وقتها على الملوك او على مثلا الاباطره او على الناس اللي هم لهم مكانه بس انا بربطها ببقيه النبوات اللي بتوصف هذا الشخص بحس انه هي ما ينفعش انطبق على الله ذاته يعني صح يعني منذ الازل مخارجه ايوه فمين الازلي لو في الايه كمان اسمه عمانوئيل فلما اربطها مع الها قديرا بحس انه برضه احنا ماشيين في نفس الخط وفي حاجه تانية في الايه دي الها ابديا رئيس السلام ابديا سؤال مين اطلق عليه لفظ انه اله واتقال عنه انه ابدي مخارجه منذ الازل السؤال مين اللي منذ الازل مخارجه وفي نفس الوقت هو اله ابدي يعني انا شايف صعب قوي يا بيتر يبقى كل الكلام والكتاب ده كده اتجمع بمحض الصدفه وانتج لنا هذا الترابط يعني انا حاسس انها صعبه وحاسس انه يعني محتاج اقف عند الكلام انت بتقول انه خطير اقرا الكتاب كله على بعضه اه اقرا الخط اللي ماشي فيه الكتاب ابتدى من كتاب التكوين وعد على النبوات ووصل لمجيء سيدنا المسيح وحكايته وقصته وموته وقيامته وصعوده بيتر انا بشكرك جدا اهلا بيك, بيك. اهلا بيك متى لانه راجل يهودي وبيكتب لليهود بشوف في انجيله ان هو بيكتب كل شويه عمال يعمل فلاش باك ويروح يجيب نص من العهد القديم نبوه من العهد القديم ويربطها باللي بيحصل في حياه المسيح وهو بيكتب سيره المسيح ويكتب لكي يتم بالنبي القائل. عمال يسرد في نبوات اتكتبت من الاف السنين ويحطها في الانجيل بتاعه ويطبقها ازاي حصلت وتمت في حياه المسيح. يا ترى انهي كتاب ممكن الاقي فيه اكثر من 300 نبوه مكتوبه من الاف السنين بتتم بالحرف في شخص واحد. لما عرفت النهارده كم النبوات اللي موجوده في الكتاب المقدس وازاي اتحققت؟ الموضوع ده فرق معايا جدا في سقطة في الكتاب المقدس وكان نقطه جوهريه بتدل ان الكتاب ده مستحيل يكون مصدره بشري. الحقيقه انا ما خلصتش كلامي لكن المره الجايه هكون بناقش الخمس نقط التانيين اللي سمعت عنهم النهارده والخاصين بتفرد الكتاب المقدس.